السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف برنامج ممكن تستخدمه في شغل الديكور بشكل سهل جدا وقوي جدا، اسمه لايف هوم 3D. من شدة سهولته أنا لقيت ناس بتشرحه على اليوتيوب على إن هو لعبة. أنت ممكن تستطلبه من مايكروسوفت ستور، هتدخل تدور على لايف هوم 3D، ومجرد إن أنت تعمل له فتح وتبدأ تشتغل معاك عادي. تمام، ده مثلا مودرن كيتشن. تمام، هقول له بيقول على اللوحة قبل كده، فاقول له لا ما تسافاش، ففتح لي حاجة بالشكل دوت في ال 3D. تقدر تضيف اي عنصر من العناصر ديت بمجرد ان انت مثلا تسحب وتحط هنا بالشكل دوت، وهتلاقي هنا كل الادوات اللي تساعدك ان انت تعمل سكيل او روتيت. ولو دوست شيفت هيعملها لك بال 3D بشكل يعملها لك بزاوية 90 بالشكل دوت، وتقدر تعدل في الفيشة من هنا، تكتب الرقم اللي انت عايزه وهكذا. تقدر تعدل في السيكنس بكل المواصفات اللي انت عايزها. اهو ده العنصر نفسه، تقدر تعدل الويتس، كل عنصر من دول بتلاقي الخصائص بتاعته تعدل فيها زي ما انت عايز. تعدل في الماتيريال، تعدل في الدرونج. فممكن تقول له انا عايز اشوف 3D، تدخل كده في 3D على طول، تقدر تصمم الحاجة اللي انت عايزها. هتلاقي هنا برضو ادوات هتساعدك في ان انت تلف في المبنى زي ما انت عايز، تبص فوق تبص تحت، تطلع فوق تنزل تحت بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له انا عايز اعمل ووك ثرو، وتبدأ تمشي مثلا كده. خرجنا بره المبنى بالشكل دوت ودخلنا تاني بسهولة جدا، كأنها هي لعبة. بس هي مش لعبة، هي كل الحاجات اللي تنفع واحد يصمم بيها ديكور. ممكن اقول له انا عايز اشوف 2D تاني، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم مثلا وول، او عايز ارسم ارك وول، او روم، او فلورور، زي ما انت عايز. ممكن تقول له مثلا وول وتبدأ ترسم بالشكل دوت، اهو. وتبدأ بقى تحط العناصر اللي انت عايزها، مجرد تسحب وتحط بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز من هنا، تقدر تلاقي مثلا حاجات خاصة بيه الابواب، حاجات خاصة بيه الشبابيك بالشكل دوت. تلاقي كل المواصفات اللي تقدر تعدل بيها الخصائص بتاعة الباب اللي انت لسه حاطه. وممكن تسحب مثلا، تكبر، تصغر زي ما انت عايز. هنا بيبدأ يحط لك المساحة بتاعة الروم. هنا ممكن تغير بقى الماتيريال، مجرد تسحب وتحط على الحاجة اللي انت عايزها. هنا العناصر اللي موجودة ممكن تقول له مثلا الجراوند دوت انا عايز اخفيه، لا ده انا عايز اخفي السايت بالشكل دوت. تقدر تخفي العناصر اللي انت عايز تخفيها. من هنا تقدر تسحب اللوحة المكان اللي انت عايز تشوفه بالشكل دوت. هنا العين تقدر تبص حواليك بالشكل دوت. ممكن هنا تبدأ تلف حوالين الحاجة اللي انت عايزها بالشكل دوت. وهنا تقدر تقول له، تقدر تيجي هنا من الكاميرا وتقول له انا عايز اشوفها فروم باك، فروم فرونت، فروم رايت، فروم توب. الكاميرا بتاعتك تقدر تعمل منها كوبي وديليت وكات زي ما انت عايز وهكذا. فتقدر تتحكم في الكاميرا، وهنا تقدر تعمل تغير المكان بتاع الكاميرا والمكان اللي الكاميرا هتبص عليه بالشكل دوت. هنا اللايت تقدر تتحكم في موضوع، خلينا بس نخرج بره المبنى. تقدر تزود كان في شمس او في شمس وهكذا.